حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة بيضاء، والذي نلتقي فيه دوما مع ثلة من أهل الكويت اللي دائما عندهم عطاءات وإبداعات كثيرة، ومن خلال فرق تطوعية كثيرة ما شاء الله تعدت مثل ما قلنا من قبل أكثر من 500 فريق في عدة مجالات واختصاصات. اليوم عندنا فريق متميز اسمه فريق أنامل الخير، وهذا أنامل يعني فيه أنامل الكويت، فيها أنامل الخير، فيها أشياء كثيرة يعني نستانس في الاسم أنامل الخير في بلد الخير بلد الكويت. واليوم ضيفتنا هي الأستاذة غاريد سعد، حياك الله، سعيد بالتقاء معك. الله يحييك، الله يسلم عمرك. أنامل الخير الكويتية التطوعية، أنامل الكويت، أنامل البركة، أنامل عطاء، ما شاء الله اسم جميل. شلون اخترتوا الاسم وشنو كان أهداف فريقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أول شيء دكتور عصام على هذا اللقاء، على إتاحة الفرصة. بالنسبة حق الاسم هي محض الصدفة، لأن يعني شفنا أن إنجازاتنا كلها تعتمد على الأعمال الخيرية ومد يد العون حق المحتاجين سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، يعني اخترنا الاسم من هذه النقطة. نعم، فبالتالي الأيادي هي الأنامل اللي قاعد تقدم هذه الأعطاء، اللي تقدم الأعمال الخيرية. جميل جدا. أهداف الفريق اللي قمتوا فيها؟ والله احنا أهدافنا واضحة، ان احنا نحاول ان نشجع فئة الشباب داخل الكويت على ان هم يعني يمدون ايدهم حق الناس اللي محتاجة سواء داخل ديرتهم او خارج ديرتهم قدر الامكان باللي يقدرون عليه، وأن يقضون وقتهم بأشياء مفيدة يعني تفيدهم بالمجتمع، وهم من وراها يأخذون الأجر والثواب من رب العالمين. ما شاء الله، شيء طيب أن احنا نحفز شبابنا على العطاء والعمل التطوعي، وهذا بحد ذاته فيها تربية وجانب قيمي جميل جدا. بالضبط. كم عدد أعضاء الفريق عندكم؟ والله هو العدد مو ثابت. نعم. يعني العدد مرة يصعد مرة ينزل، تدري يعني الناس تصير عندها ظروف. نعم. ناس تدش ناس تطلع، بس في الوقت الراهن احنا في 18 عضو وعضوة. ما شاء الله، رجال ونساء. اي رجال ونساء. نعم. والأغلبية يعني تلقاهم متقاعدين، من فئة المتقاعدين. طيب. أغلبيتهم يعني منهم والوالد، يعني الله يطول عمره. ان شاء الله الله يحفظه. ان شاء الله ويجزيه الخير. الله يسلمك. خليني اتعرف الأعمار، اذا لما قلتي متقاعدين كم تبدون وكم؟ ما عندنا عمر معين، عندنا أطفال. اي يعني حتى سوينا مرة حملة قلنا يعني تقدر تشاركنا الأجر بمجهودك. نعم. فلقينا أكثر اللي يونا أولياء أمور معاهم عيالهم يعني أطفال. ما شاء الله، جميل. سويناها برمضان وقمنا نجهز وجبات إفطار صائم، ويونا ناس ما نعرفهم يساعدونا يسوون الوجبات. طبعا الياهل ما تصور ايش كثر سعادته هو يكون الوجبة. صحيح. إيه، من الشغلات الخفيفة على أساس إنه ما نضره يعني. نعم. وياخذ الوجبة ويطلع هو بروحه يوزعها بالمكان اللي هو اختاره يعني مع ولي أمره. ما شاء الله. فكانت هذه الفكرة شوية مميزة يعني بالنسبة حق الفريق. جميل جدا. طيب خلينا نتعرف على الإنجازات خلال الفترة الماضية، أكيد عندكم أعمال كثيرة ومتنوعة، تعطينا فكرة عنها. والله عندنا إنجازات الحمد لله وايد. سوينا أكثر من مرة حملة اسمها أنامل الخير تبرد على الغير. حلو. كانت على شواطئ الكويت، مثل استأجرنا عربانات البرد المعروفة في الشارع. نعم. دفعنا فلوسها كاملة ومع صاحبها، بحيث إن شنو نوزع على مرتادي الشاطئ والناس اللي قاعدين من الأسر والعوائل اللي موجودة من. حلو. العمال النظافة الكل خذ من البرد والماي اللي موجود بالعربة. ما شاء الله، خوش فكرة. طبعا ابتغاء للأجر. سميناها حملة أنامل الخير تبرد على الغير. طيب هذا من على نفقته يعني أنتم عندكم؟ إحنا إي والله إحنا. آه. أعضاء المجموعة. أي انتقاطط. نعم. يعني حط الفكرة وبعدين كل واحد يساهم باللي يقدر عليه. جميل. ونتفق على اليوم والتاريخ والمكان، وأحيانا نسوي بعد تعاونات مع فرق تطوعية ثانية يعني. حلو، ممتاز. إيه، فبهالحملة خلينا فريق اسمه فريق الطيبين يعني يشاركونا. حلو. فريق تو بادي يعني. نعم. ما صار لهم سنة حتى. نعم. بس ما شاء الله عليهم يعني نشيطين. نشيطين، التقينا فيهم في حلقة سابقة، ما شاء الله فيهم نشاط طيب. بقيادة الأستاذة إيمان الشراح. أي نعم. في عمل تراثي وعمل. أي بالضبط. أي نعم. طيب إنجازات أخرى أيضا قدمتوها؟ عندنا إنجازات خارج الكويت، يعني هم بعد من نفسنا كمجهود فردي.
اني سافرت مره حق مملكه الاردن، المملكه الاردنيه الهاشميه، وهناك في دار ايتام وارامل للسوريين، اخواننا السوريين، ودخلنا هناك شفنا الوضع وحاولنا ان احنا نساعدهم. سوينا لهم مره فعاليه من مسابقات، وقدمنا وجبات والعاب وهدايا حق الاطفال الايتام. حلو. والمره الاخيره تو بعيد الفطر هذا اللي طاف، نعم، سافرت ليلة العيد ورحنا ثالث أيام العيد هناك، وزعنا عليهم أيادي. ما شاء الله، أتركت العيد مع أهلك؟ مع أهلي، ورحنا عيد. رحت هناك عشان تفرحين الأطفال اللي موجودين هناك. مع العلم كنت آخر رمضان رادة من رحلة إغاثية، كنا على حدود لبنان وسوريا يعني. كنت رايحين قبلها. كنت مع الهلال الأحمر. أي نعم، وزعت هناك. أي وزعنا هناك باكلة ووجبات إفطار صائم نفس الطريقة. وأيادي هم عطيناهم كسوة العيد. ما شاء الله. إيه، ورديت ليلة العيد ورديت سافرت مرة ثانية، رحت ما شاء الله، يعني جهد متعدد عندك. الحمد لله. عسى الله يجزاكم إن شاء الله. الله يسلمك. طيب الآن نكون رحلة الأردن هذه في إفراح الأطفال والبرنامج الجميل اللي عملته، يعني شنو أثر اللي شفتوه عند الأيتام وأنتم عملتوا برنامج ترويحي؟ بالضبط، يعني إحنا شوف، إحنا اللي كنا وايد تعبانين، لأن تدري الشغلة هذه يحتاج تجهيزات وايد قوية سواء داخل الكويت، فما بالك إذا صارت برا الكويت. صحيح. فكان المجهود وايد يعني كبير، بس سبحان الله راح أول ما شفنا الفرحة بعيون اليهال. يا سلام. وشفنا سعادتهم هم ويا يعني أمهاتهم، حتى لما رحنا هالمرة على أساس إن نعطي العيادي، ما تصور إيش كثر كان يعني كانت فرحتهم واستقبالهم لنا. وألفوا لنا أناشيد باسم أنام الخير وكذي، أساس كاحتفالاً بردتنا لهم يعني. جميل جداً. طيب هل هناك أيضاً أنشطة أخرى موجودة داخل الكويت أو خارج اللي قلتيها؟ إي والله، عندنا الحمد لله يعني عندنا حملة دفوهم يا مال الجنة، سويناها على مدار 3 سنوات، كل فصل شتاء نكون اللي هي كسوة الشتاء حق عمال النظافة، نوزعها عليهم في الشوارع، اللي هي مثل ما تعرفون الخوذة والكوفية والسوالف هذه والتسوس، أساس ندفي عمال النظافة. حلو. وكررناها مرة ثانية، صارت دفوم يمال الجنة رقم 2، رحنا جزيرة فيلتشة ووزعنا على العمال اللي هناك، يعني في جزيرة فيلتشة. والله فعلا الناس منسيين هناك يعني. بالضبط. أي، فحسينا المكان وايد هادي وما في أحد، فقلنا بالمرة هي وناسة، وبنفس الوقت هم بعد فيها أجر يعني. هذا ممتاز جدا. وأيضا أنتم مستمرين في العمل التطوعي على مدار السنة، مو في أوقات لا على مدار السنة، يعني حتى نوزع الماكلة حق الأسر المتعففة داخل الكويت، مو بس بشهر رمضان. الناس متعودة كلها في رمضان في برمضان التوزيعات. إحنا لا، إحنا طول السنة يعني، لحد الحين أنا تقريبا عندي رقم أكثر من 180 أسرة داخل الكويت. إذا حسوا أنهم محتاجين على طول يطرشوا لي واتساب، إحنا مثلا ما عندنا فترة هذه أكل أو ما عندنا ماكلة تموين، تلقانا نروح يعني نجمع لهم ماكلة كرتونين 3 ونوصلها لهم لبيتهم. ما شاء الله، جميل. طيب خلينا نقول طموحاتكم للمستقبل، تطوير العمل، توسيع العمل في المستقبل ممكن يكون. إي والله، إحنا ودنا يعني إن شاء الله إن يعني بالكويت هني نعرف أكثر، لأن إحنا يعني قاعدين نشتغل مو بس على صعيد العمل الخيري، حتى العمل الإنساني. يعني سوينا أكثر من فعالية حق فئة متلازمة الداون في مركز ناصر عبد الرحمن المعجل اللي بالخالدية. نعم. سوينا لهم أكثر من فعالية، فعالية بداية العام الدراسي عشان نحفز الفئة هذه إنهم يدشون العام الدراسي وهم مستانسين. يعني تدري الفئة هذه شوية التعامل معاهم صعب. صحيح. يعني مو نفس الأطفال الأسوياء. ونفس الطريقة سوينا لهم بالعيد الوطني يعني أكثر من فعالية، وكانت بحضور المرحوم الدكتور عبد الرحمن العوضي رحمة الله عليه، كان هو اللي مسؤول عن الدار وسمح لنا، وحتى أنا عندي صورة معاه يعني في وقت الفعالية الله يرحمه. والله الانتباه إلى الفئة هذه حقا شيء مهم جدا، الفئات المتعددة الموجودة، بحيث أن يكون بينهم اندماج مع المجتمع وتعايش، ويحسسونهم بأن احنا معاكم يعني مو بروحكم، وتفرحونهم في العمل هذا. اي والله، اي والله. احنا حتى في عندنا من هالفئه معانا في الفريق،
يعني انا اختي من فئه متلازمه الدار. ما شاء الله. اي ويانا بالفريق. اي واخو وحده معانا بالفريق بعد اخصائيه نفسيه. نعم. الاستاذه بدريه الفهد اخوها احمد هم بعد من هالفئه. نعم. تقريبا عمره 22 او 23 سنه. ما شاء الله. معانا بالفريق. يعني. واشتغلوا معاكم وحسون. بالضبط. يوزعون. نعم. معانا الوجبات على العمال بالشارع. حلو حلو. يعني يساعدونا هم بعد ماكله تكوين كراتين الماكله اللي بنعطيها حق الأسر. نعم ما شاء الله هم حلوين وسهلين بالضبط. في التعامل ويعني يمشون على اللي تقول لك تقول له يسوي بالضبط يعني ينفذ يعني ما يتعاسر معاك. نفس الطريقة هم بعد شاركونا بأن احنا نودي ماكلة وكراتين ماكلة حق إخواننا باليمن وسوريا عن طريق جمعية السلام. ممتاز. الأعمال الإنسانية. نعم. ودينا معاهم أكثر من مرة يعني. حلو. الحمد لله. حلو. وان شاء الله عودا حميدا يردون مره ثانيه إن شاء الله عشان نرجع مره باك لهم العوده يعني باذن الله. اي والله تعالى. الحمد لله. الله طيب يعني ما شاء الله كل ما اسكت الا تقولي لي نشاط. ما شاء الله شطتكم كثيره يعني وايد. اي الله الحمد يبارك لله. جهودكم الله يسلمك في عددكم القليل اللي قلتي يعني في تنوع في يعني هو ما ينزل عن 22 ما ينزل عن 18. اي نعم يعني ناس تدش ناس تطلع حسب ظروفها. في ناس طلعوا وردوا ودشوا مره ثانيه بحسب ظروف وبحسب الانشطه تكون في تخصصه يميل له ما يميل له. بالضبط. أيه بس نذكر اسم الوالد ما دام انه عضو معانا. أيه. يعني او عضو معاكم الوالد سلطان السعد. سلطان السعد الله يطول بعمره ان شاء الله ويعطيه الصحه والعافيه. الله يبارك. وهو كان له يعني دعم الكبير لي يعني الحمد لله ما قصر معي. والوالده بعد الله يطول بعمرها وفاتحي لي سرداب البيت واجهز كراتين الماكله في سرداب البيت. عندكم بيتكم؟ في بيتنا. ما شاء الله. حتى نوجه له التحيه للعم سلطان السعد. إيه. والاستاذه عاليه العبد السلام. عاليه الاستاذه عاليه العبد السلام المتنسة. اللي هي الوالده. الوالده. عسى الله حفظهم جميعا ان شاء الله جزاكم الله خير. الله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. الله اللي يفعل. اول شيء انتم قمتوا فيه وهذا الجيل الثاني ما شاء الله قاعد تقوم بعمل طيب. حتى الله يبارك في جهودكم إن شاء الله. الله يسلمك. أنا لاحظت تقول إحنا عندنا تعاون مع مؤسسات مع شركات مع فرق تطوعية ثانية. إيه؟ الشراكة هذه المجتمعية شيء أساسي موجود عندكم. الشراكة المجتمعية يعني إحنا شوف بلشنا أول شيء مع فريق بصمة عيال الكويت. نعم. إيه هم بعد جهزنا معاهم أكثر من مرة يعني إحنا استضفناهم عندنا طبعا في البيت وجهزنا وجبات إفطار صائم. ومرة ثانية مع فريق الطيبين. نعم ما شاء الله. إيه. وهذا شيء طيب حقا إن تقول إيد واحدة ما تصفق دائما. إيه. شراكة تنجح العمل وتوسع الـ الأفكار وتوسع حتى مجال نجاحات تكون أوسع وأكبر إن شاء. إيه. الله حقا أنا سعيد جدا بالنشاط اللي قاعد تقومون فيه ونعمل أن تقين تحياتنا لأعضاء الفريق اللي يشتغلون معاكم. يا الله إن شاء الله. بارك الله فيك. يعطيكم العافية. وإحنا حقيقة سعيدين يعني ما شاء الله العمل متنوع ومتعدد والفئات مختلفة أيضا وهكذا هم دائما أهل الكويت محبين للعمل التطوعي. إحنا سعدنا معاكم في هذه الحلقة وإن شاء الله يكون لقاء مع فريق آخر من الفرق التطوعية في برنامجكم أيادي بيضاء. والشكر موصول لصاحب ديوان العم عبد العزيز غنام. مع السلامة.